بروح الفانيلة الحمراء يستعد صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للعودة وبكل جدية إلى التألق على المستطيل الأخضر، يبحث عن ذاته مستعينا بالدعم الكبير الذي يلقاه من النادي الأهلي، بته في إسعاد الجماهير بفنياته العالية. صالح الذي فضل الأهلي على كل العروض الخارجية والداخلية لم يستسلم لفترات التراجع، يخوض برنامجا مكثفا للعودة سريعا لتمثيل القلعة الحمراء، يواصل التدريب والإعداد للظهور في المباريات مشتاقا إلى صناعة الأهداف وتسجيلها في شباك منافس الأهلي. خمس وخمسون مباراة رسمية خاضها صالح جمعة كان تألق حاضرا بتسجيله 10 أهداف وصناعته 11 هدفا لزملائه، ليؤكد جدارته بارتداء الفانيلة الحمراء. البينية صالح، لا صالح، المرمى فاضي صالح جول. ومن طموح التألق مع الأهلي يبدأ صالح رحلته باحثا عن البداية والانطلاقة الجديدة، يفتح قلبه لجمهور النادي الأهلي في ضيافة الأهلي الليلة.